عصر الديناصورات اجتاح الموج إحدى العوائل الصغيرة ملقيا بها في البحر. فقادها مصيرها إلى إحدى الجزر الغامضة، فتطورت لتصبح من بين أكثر الحيوانات التي قد تراها غرابة. قردة ليمور مدغشقر. هؤلاء الناجون باتوا يتهددهم الخطر، إلا أن فريقا من العلماء يعكف على العمل لإنقاذ تلك المخلوقات وإنقاذ المكان الوحيد على وجه الأرض الذي يعدونه موطنا لهم. وارنر براذرز بيكتشرز وآي ماكس يدعونك والعائلة لمغامرة مثيرة ثلاثية الأبعاد، لاكتشاف مكان حقيقي لا يمكنك تخيله، ومخلوقات غريبة لن تنساها قط، وهي تتقافز وتغني وتتراقص شاقة طريقها إلى قلبك. مدغشقر، جزيرة قردة الليمور في آي ماكس ثلاثية الأبعاد.